العثماني يكشف قيمة التحويلات المالية لمغاربة العالم هذه السنة. قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إن ظروف الجائحة لم تمنع مغاربة العالم من دعم بلدهم اقتصاديا، حيث أنه بخلاف التوقعات عرفت تحويلاتهم المالية للمغرب سنة 2020 ارتفاعا ب5% لتبلغ 7.4 مليار دولار، ما يمثل 6.5% من الناتج الداخلي الخام مقابل 6.9 مليار دولار سنة 2019، وهو نفس المبلغ في عام 2018. وفي بداية هذا العام بلغت التحويلات 28.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2021 مقابل 19.84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع وصل 45.3% مقارنة مع نهاية أبريل 2020 حسب أرقام مكتب الصرف. واعتبر العثماني أن أهمية هذه التحويلات تكمن في كونها تدعم بشكل كبير رصيد البلاد من النقد الأجنبي، حيث شكلت التحويلات برسم سنة 2020 حوالي 20% من احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ ما يقارب 320 مليار درهم. ودافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الثلاثاء عن قرار إعادة فتح الحدود المغربية أمام المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب بعد أشهر من الإغلاق بسبب الجائحة، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.